المصبرين، إعداد وتقديم هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا. هل من عنوان لعالم ترامب؟ كيف يرمم ترامب أمريكا؟ الاستعجال الروسي في طرطوس. خلونا نسمع شوالة الصحف له اليوم. طبعا راح نبلش بمقال للكاتب خير الله بصحيفة العرب اللندنية بعنوان الاستعجال الروسي في طرطوس. بعدها راح ننتقل على ترامب ومشاكله، كيف سيرمم ترامب أمريكا، وهل من عنوان لعالم ترامب. طبعا هناك احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تنصيب ترامب، ولازالت مستمرة حتى إلى الآن. البعض بيقول أنه اللي عم يقودوا هاي الأنشطة والمظاهرات هن أعضاء بالكونغرس الأمريكي وأيضا أعضاء بالحزب الجمهوري، يعني حزب دونالد ترامب. طبعا بيقول الكاتب بمقالنا الأول الاستعجال الروسي في طرطوس، تبدو روسيا على عجلة من أمرها في انتظار ما سيفعله دونالد ترامب. هذا ما يفسر الاتفاق الذي وقعته مع نظام الأسد في شأن مراكز الإمداد المادي والتقني الروسي في طرطوس. الملفت أن الاتفاق الذي يعني توسيع وجودها في طرطوس وقع قبل 48 ساعة من دخول ترامب إلى البيت الأبيض. إضافة إلى ذلك سارعت موسكو إلى نشر بنود الاتفاق عبر وسائلها الإعلامية، طبعا من بينها كان روسيا اليوم. مدة الاتفاق 49 سنة قابل للتجديد. موسكو طبعا تريد من خلالها توجيه رسالة فحواها أنها في سوريا لفترة طويلة، وأنه طرطوس تعني لها الكثير، وأنه لابد من صفقة معها تحفظ لها مصالحها. طبعا نجد روسيا تقدم أو تقدم على خطوات معينة استعدادا لعهد الرئيس الأمريكي الجديد اللي بيحضر لكل أنواع المفاجآت. الكلام عن مفاجآت هون فعلا هو كلام جدي، يعني أقله لسبب واحد، بأنه هو ليس هناك من يستطيع التكهن بما ستقدم عليه الإدارة الجديدة. يعني البعض يقول بأنها إدارة مجنونة، يعني إذا بدك تروح تطلع على وزير الخارجية من بين كل وزراء الخارجية وأكتر واحد مجنون، من بين كل وزراء الدفاع وأكتر واحد مجنون، كمان بيسموه الكلب المسعور وزير الدفاع الأمريكي هلأ حاليا. طبعا أمريكا الأمر الوحيد اللي أنه ترامب بيؤمن بشيء واحد، أنه أمريكا أولا. طبعا هاتان الكلمتان كانتا الكلمتين الأهم في خطاب القسم الذي يشبه خطاب طبعا مرشح للرئاسة يريد تعبئة الناس حوله أكثر بكثير من خطاب رئيس للقوى العظمى الوحيدة في العالم. لدى مراجعة خطاب ترامب لا تظهر يعني أو لا تظهر دلائل تشير إلى أنه قرر ما الذي يريد فعله فعلا، يعني ما زال يطلق شعارات، لا شعارات يعني إذا بدك ترجمها بالإنجليزي ما تفهمها، يعني شعارات غير مترجمة و ليس لها أي ترجمات لا باللغة الإنجليزية ولا بالعربية، وليس لها أيضا ترجمات على الأرض أو ترجمات على الواقع حتى، منها من نوع إعادة طبعا فتح المصانع الأمريكية المقفلة اللي طبعا اللي أكلها الصدى، وخصوصا مصانع السيارات في ولاية ميشيغان. ويدعو أيضا المواطنين الأمريكيين إلى شراء البضاعة الأمريكية وتوظيف أمريكيين. طبعا هل نسي دونالد ترامب أنه ابن النظام الأمريكي الذي يؤمن بقوانين السوق والمنافسة، وأن العالم تغير إلى درجة أنه الرئيس الصيني يذهب إلى منتدى دافوس من أجل الدفاع عن العولمة وعن الأسواق المفتوحة، رغم أن الصين هي مورد أساسي للعالم بس لكن يدافع عن الأسواق المفتوحة. طبعا هناك وعود ووعود يطلقها ترامب الذي ثبت الكونغرس طبعا وزير الدفاع الذي رشحه لهذا الموقع اللي قلنا عنه اللي هو الجنرال جيمس ماتيس. يمتلك ماتيس على العكس من ترامب رؤية واضحة ومعرفة عميقة بالشرق الأوسط ومنطقة الخليج والدور الإيراني في كل مجال من المجالات بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان. بالنسبة له يمكن التعامل مع روسيا لكن من دون الاستخفاف بالدور السلبي الذي تلعبه، لكن الخطر الأكبر بالنسبة إليه هو سياسة إيران التي تلعب دورا في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. كاره لإيران هذا الرجل. الكلام هنا لا ينطلي
على ما يطلقه المسؤولين الإيرانيين عن محاربة الإرهاب. هذا الكلام لا ينطلي على أحد، خصوصا على وزير الدفاع الأمريكي الجديد الذي لا يؤيد التخلص من الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة 5+1. كل ما يريده هو أن تلتزم إيران حدودها وتتصرف كدولة طبيعية ولا تستغل الاتفاق في شأن ملفها النووي من أجل تغطية الممارسات التي تقوم بها على الصعيد الإقليمي. طبعا بيقول الكاتب، باعت إيران ملفها النووي لإدارة باراك أوباما التي اختزلت كل مشاكل الشرق الأوسط والخليج بهذا الملف. يعني شافت حالة اتفقت مع إيران حول ملف الاتفاق النووي، قالت لك حلينا كل المشاكل بالشرق الأوسط وبالخليج أيضا. طبعا ليس لدى الروس الآن ما يبيعه، لم يخلق اقتصادا قابلا للحياة، لا يزال رهانه على عقد صفقة مع الإدارة الجديدة تمكن الرئيس فلاديمير بوتين من القول لمواطنيه أنه استعاد أمجاد روسيا وأنه أعادها قوة عظمى ويحسب لها حساب في كل العالم. فبوتين فاته الاقتصاد، أو فاته أن الاقتصاد كان من بين الأسباب التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. طبعا لا تقتنع إقامة أو لا تنفع إقامة القواعد العسكرية في مختلف أنحاء العالم في غياب الاقتصاد القوي. هذا لم يمنع الرئيس الروسي من العودة إلى ممارسات الماضي والدفع باتجاه تكريس الوجود الروسي على البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس والاتفاق الجديد في شأن توسيعها استنادا إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة مع نظام الأسد والاتحاد السوفيتي بعام 1980، وهي معاهدة ارتبطت بشعور نظام الأسد في تلك المرحلة بتهديدات داخلية مصدرها المعارضة الشعبية له، فضلا عن المواجهة مع الإخوان المسلمين، وهي مواجهة توجت بمجزرة حماة في شباط عام 1982. طبعا من بين ما تضمنه الاتفاق المتعلق بتوسيع قاعدة طرطوس بنود تظهر إلى أي حد استسلم النظام لروسيا، لا يشبه هذا الاستسلام سوى الاستسلام الآخر، أيضا ربما نسميه الاستسلام الآخر لإيران في دمشق والمناطق المحيطة خصوصا على طول الحدود مع لبنان. مما جاء في الاتفاق الروسي مع نظام الأسد المتعلق بطرطوس وقاعدتها البحرية أنه يحق، هيك على أساس قال، أنه يحق للجانب الروسي إرسال أي أسلحة وذخيرة وأجهزة ومواد لضمان عمل مركز الإمداد المادي والتقني ولضمان أمن العاملين في مركز الإمداد وأفراد عائلاتهم وأفراد طواقم السفن ولتنفيذ مهام السفن الحربية الروسية. طبعا لا يفرض الجانب النظام أي رسوم على إدخال المواد المذكورة إلى الأراضي السورية، يعني خلينا نقول مستعمرة أو مستعمرة تلبس ثوب المنطقة الحرة. العاملين بمركز طرطوس الذين يصلون إلى سوريا على متن سفن حربية لا يجوز تفتيشهم من قبل أجهزة حرس الحدود والجمارك بالجمهورية العربية السورية. يعني أيضا يتمتع المركز الإمداد المادي والتقني بحصانة كاملة من القانونين المدني والإداري بسوريا. يعني كل هذه القوانين اللي ذكرناها هلأ هي غيض من فيض، يعني ما ورد في نص الاتفاق اللي بيكشف نصه على أنه إلى أي حد انهار النظام السوري حتى ربما يبيع كل سوريا من أجل أن يبقى. كذلك يكشف أن الروسي أهدافها في سوريا وأن رهانها على الصفقة مع إدارة ترامب ستحصل فيما والوجود الإيراني إلى تقلص. هل الحسابات الروسية في محلها؟ الجواب على مثل هذا السؤال معقد. هذا عائد إلى نظام الأسد، يعرف أنه ليس قادرا على الاتكال على روسيا وحدها طبعا كي يضمن بقاء بشار الأسد في دمشق، لذلك عليه التمسك أيضا بالورقة الإيرانية ودفعه ذلك إلى توقيع سلسلة الاتفاقات الأخرى مع الجانب الإيراني اللي طبعا شملت رخصة ثالثة للهاتف الجوال، كان في سيرياتيل وMTN والتنتين لرامي مخلوف المجرم الآخر والحرامي. هلأ في شركة حرامية جديدة، شركة إيرانية راح تكون رخصة ثالثة، راح يصير في 3 شركات. طبعا بكل الأحوال تبدو روسيا متمسكة بالورقة السورية أكثر من أي وقت في استطاعتها فرض شروطها أيضا على النظام في سوريا، ويبقى المهم أنه تكون إدارة ترامب نفسها مهتمة بالورقة السورية بغض النظر عن التطرف أو الطرف الممسك بها من خلال تصرفات الرئيس الأمريكي الجديد ومواقفه. يتضح أن من بين الأشياء التي تهمه هي فقط استرضاء إسرائيل، أي إسرائيل هي من ستحرك دونالد ترامب كمان. فاصل ونعود.
طبعا بمقالنا الثاني هو مقال للكاتبة رندا تقي الدين بصحيفة الحياة بعنوان كيف يرمم ترامب أمريكا. بتقول الكاتبة: غريب هذا الرئيس، هذا الرئيس الأمريكي الجديد الذي يشن حملة على صحافة بلده من مركز وكالة الاستخبارات الأمريكية. وصف دونالد ترامب الصحافة بأنها كاذبة لأنها أعطت تقريرا صحيحا لعدد حاضري حفلة تنصيبه، فكتبت أن حوالي 100,000 شخص حضروا، ولكن وفق تقديره كان هناك أكثر من 1.5 مليون في حفلة التنصيب. ثم انتقدت التلفزيونات التي عرضت أماكن فارغة في الحفلة، وقد تجاهل كليا تظاهرات النساء ضده في أمريكا والعالم. طب ما أنك حكيت على الناس أنه الإعلام أيضا صور الأماكن الفاضية، ليش طيب نسيت المظاهرات اللي عم تخرج ضد تنصيبك للحكم في الولايات المتحدة؟ طبعا لا يخفى على أحد بأنه ترامب أظهر في اليوم الأول من ولايته غطرسة إذا من لا يشاركه رأي، كأنه دكتاتور وليس رئيس لأكبر دولة ديمقراطية في العالم. أما ناطقه الرسمي سبنسر أو شون سبنسر أدلى بتصريح ينعت تقرير الصحافة بالكذب حول عدد الحاضرين في حفلة تنصيبه كرئيس، ولم يسمح بأسئلة، وظهر كمعلمه بعيدا كل البعد عن وظيفة الناطق الرسمي الذي يلطف تقليديا كلام الرئيس. إن أسلوب ترامب وكلامه وتعامله مع النساء كأداة زينة أثرت غضب النساء في أمريكا والعالم، ورئاسة ترامب مثل حملته بدأت بالمشاكل الداخلية مع الإعلام والنساء ومع الذين صوتوا ضده وهم بالملايين. وتساءل أحد الإعلاميين أيضا الأمريكيين تساءل حول سؤال أنه كيف ستكون ردة فعل نظرائه في العالم الذي يسمعونه في اليوم الأول، يختلف مع الصحافة حول عدد حضور حفلة تنصيبه، وما إذا كانوا يضحكون على رئيس الولايات المتحدة لانشغاله بهذا الأمر التافه. طبعا مظهر ترامب وتصرفاته مع منتقديه مقلقان نسبة لوزن الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. محيطه المباشر مكون من أثرياء فنادق وكازينوهات لاس فيغاس، وليس أثرياء جوجل أو رجال العلم والثقافة. أما وزراء الخارجية والدفاع والمالية، يتساءل المراقب عما إذا كان سيستمرون في إدارة الأمور في رئاسته، لأنه كفاءة هؤلاء تطرح السؤال حول كيفية استمرارهم في نظام يرأسه رجل يظهر سطحية وشعبوية متنكرة بوعود من أجل الشعب والفقراء. طبعا ترامب يخاطب الأمريكيين، كان يخاطبهم بعد تأديته القسم، كأن كل الرؤساء الذين سبقوه دمروا أمريكا وحولوها جحيما، وهو جاي بده يصلح، يعني وعد بترميم أمريكا. ماذا يعني الترميم؟ بلد سباق بالعلم والإبداع والأبحاث وقوى عظمى تهين من على العالم، يعني كيف سيرمم أمريكا؟ ماذا يعني بالترميم؟ ترامب أوحى في خطابه الأول بأنه يتولى رئاسة بلد متخلف يريد ترميمه، وكأنه رئيس للمكسيك. ما بدنا نحكي على المكسيك إنه بلد متخلف، لا، يعني وكأنه رئيس لشي دولة يعني متخلفة شي 70 سنة، مو رئيس لأمريكا. انتخاب ترامب كان أعجوبة، ورئاسته مقلقة، وتعامله مع الأوروبيين أيضا غير مطمئن. يبدأ باستقبال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ليطمئنها إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على اتفاقية تبادل تجاري مع بريطانيا لتعويض خسارة خروجها من الاتحاد الأوروبي. أما قوله أنه سيفرض ضرائب على الشركات الأمريكية التي تريد التصنيع خارج البلد وضرائب باهظة على الصناعات الخارجية في البلد، فيمثل نوعا من عزلة غير متناسبة مع ترابط العالم اليوم، يعني وكأنه يريد أن يعزل نفسه ويعزل أمريكا عن العالم ويحولها إلى كوريا شمالية. طبعا رئاسة ترامب مقلقة للعالم لأنها تطرح أسئلة كثيرة، أولها إلى أين يأخذ العالم بمنطقه أو بمنطقه أو أسلوبه. ما يقلق أيضا إحاطته بكثير من أسلافه بممولين للدولة العبرية، فأحد أكبر ممولي حملته هو ستيفن إدلسون الذي دفع 120 مليون دولار، وهو أقرب المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أن الرجل القوي في إطار ترامب هو صهره ياريد كوشنير اليهودي الملتزم بإسرائيل، فضلا عن صديقه دافيد فريدمان الذي اعتمده سفيرا في إسرائيل، هو المدافع عن المستوطنات أيضا.
يعني هذا الوعد يظهر وعد ترامب بنقل سفارة أمريكا في إسرائيل إلى القدس أمر جدي، وفي الأيام القادمة قد تحدث أمور خطيرة يطلقها ترامب في بداية عهده وتكون العواقب وخيمة ربما تؤدي إلى اغتيال ترامب، والله العليم. فاصل ونعود. طبعا المقال الثالث هو مقال بصحيفة الشرق الأوسط للكاتب مأمون فندي بعنوان هل من عنوان لأعلام ترامب. حكينا قبل ما نطلع فاصل بأنه ترامب ربما يغتال أو حدا ممكن يغتاله، وهذا الشيء تنبأ به العديد، فإذا اغتالوه بعد شوي لا تقولوا أنه أنا بعرف. المهم نقول منروح على المقال نشوف شو كاتب مأمون فندي بيقول: من كان يمشي في شوارع لندن السبت 20 يناير كانون الثاني 2017 وشهد الحشود العارمة التي زادت على المليون معظمها من النساء، لا أدرك للوهلة الأولى أن العنوان هو لندن ترفض ترامب أو نساء يرفعن الكرت الأحمر لدونالد ترامب. أما إذا أدركت أنه أو أدركت أنه في اللحظة ذاتها حدثت مظاهرات شبيهة في أكثر من 100 مدينة من مدن العالم كلها ضد ترامب وموقفه من المرأة والأقليات، لأدركت أننا أمام عالم جديد، عالم ما قبل ترامب مقابل عالم ما بعد ترامب. العالم الآن كله أو جزء كبير منه يتأهب لكارثة أو يحذر من كارثة أيضا. إذا تمعنت المظاهرات في معظم مدن العالم وفي اليوم ذاته وبتنسيق مفتن كذلك، تدرك أننا في ذروة العولمة التي تكون فيها أمريكا بمثابة المركز، ربما المركز المقابل الشعوب والدول الأخرى. طبعا ندرك أننا أمام لحظة عالمية، وأن سياسات رئيس أمريكا بالضرورة ستؤثر على حياة المواطنين في كل أنحاء العالم، لا أمريكا وحدها، كما أن رئيس أمريكا بحكم الواقع لا بحكم القانون هو ربما يعني أشبه برئيس العالم. يعني لماذا لا يكون العنوان إذن ترامب لا يقسم المجتمع الأمريكي بل أيضا سيقسم العالم؟ أم أنه العنوان الأفضل لهذا أنه حركة لما رأيناه طبعا بالأمس، حركة النساء المعولمة في طليعة المواجهة مع ترامب وسياسته، أم أنه الخطة أو اللحظة العالمية هي لحظة الشعوب وليست لحظة القادة؟ كلها عناوين ممكنة و تعبر عن جزء من الحقيقة ولكنها لا تصف كل شيء. لا شك أنه ترامب رئيس أمريكي مثير للجدل ومنذ اللحظة الأولى لانتخابه، وإلا لما ثارت كل هذه العواصم في من بانكوك إلى واشنطن مرورا بباريس ولندن. هل هناك خطة عالمية تقودها النساء لإسقاط ترامب قبل الأوان، أم أن النساء مجرد أداء في تلك الحملة العالمية ضد رئيس أمريكا الجديد؟ وأنا أكتب هذه الأسئلة بيقول كاتب: أدركت اللحظة أو للحظة أن جزء من أسئلتي عن ترامب لا يختلف كثيرا عن أسئلة أصحاب نظريات المؤامرة ممن لم تتح لهم أو تتح لهم فرصة التعلم أو الخبرة في قراءة الأحداث العالمية. طبعا مع ذلك لابد من ربط الأحزمة استعدادا للإقلاع بطائرة دونالد ترامب. مثل ما قلنا زوجة ترامب ورطت ميشيل أوباما أو زوجة باراك أوباما، ودونالد ترامب سوف يورط العالم. يعني إذا لنستعد للإقلاع في طائرة دونالد ترامب، ما يهمنا هو تأثيرها على منطقتنا العربية. بداية، لو فعل ترامب ما وعد به بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فسيكون بهذا هو أكبر أداة لتجنيد المتطرفين. يعني ترامب سيكون السبب في تجنيد التطرف في العالم. نحن بنعرف كيف بتكون صناعة التطرف، عندما تقتلون الشعوب وتبيدونهم وتأكلون حقوقهم، فبالتالي رح يعملوا أي طريقة أو سيجدون أي طريقة ليحاربونكم بها وستسمونهم متطرفين. طبعا سيكون ترامب أداة لتجنيد التطرف في العالم، وسيكون العالم أكثر تطرفا وأكثر إجراما مما هو عليه اليوم. يعني الآن سيدفع السواد الأعظم من أبناء المنطقة إلى التطرف لدرجة تبدو فيها حركات مثل القاعدة والجهاد وداعش
أقليات، أقليات قدام التطرف، أقليات كتير راح يكونوا طبعا، وكأنها حركات معتدلة، يعني ستصبح القاعدة وداعش والحركات تلك حركات معتدلة إذا ما قورنت بالتطرف المقبل الذي سيأتي بعد نقل السفارة إلى القدس. لا يعرف ترامب، وربما نحن لم نعرف بعد، مدى تأثير لمس هذا العصب المكشوف القدس ومدى تأثيره في تغيير المشهد في الشرق الأوسط برمته. إننا حتى هذه اللحظة لم نختبر تأثير مثل هذه الحركة، ولكن من الوارد أن هذا سيأتي بمسلمين من كافة أنحاء العالم لمواجهة أمريكا وإسرائيل. وبهذا يحصل دونالد ترامب على ما تمناه، ليس مواجهة مع التطرف الإسلامي كما جاء في خطابه، وإنما مواجهة مع العالم الإسلامي كله. نقل سفارة أمريكا إلى القدس يبدو أمرا هينا بالنسبة له، ولكن أمر شديد خطورة وقابل للانفجار في أي لحظة، ومعه تنفجر المنطقة برمتها. فهل هذا هو المخطط؟ مهم جدا أن ندرك ماذا يريد دونالد ترامب. مهم جدا أن ندرك أن أول ردة فعل أوروبية على خطاب دونالد ترامب جاءت من نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي حذرت أو الذي حذر من نغمة الانغلاق والعنصرية التي تغلف خطاب ترامب. الألمان لديهم حساسية خاصة في تلمس أو شم رائحة العنصرية والفاشية، فهم عانوا منها لوقت طويل. السياسة في معظمها ليست النتائج المحسوبة للأحداث، لكن هي النتائج غير المحسوبة، وهي تمثل الكتلة الأعظم منها. إن النتائج غير المتوقعة وغير المحسوبة لسياسات ترامب في منطقتنا ستكون كارثية في أحسن الأحوال. طبعا الآن الأقدام خرجت، التي خرجت في شوارع أكثر من 100 مدينة في العالم، لم تكن أقدامها تدق أسفلت الشوارع، وإنما كانت تدق ناقوس الخطر، محذرة من المقبل، أو على الأقل تنبيها لمن في أمريكا وفي خارجها بالتحسين للمقبل في عالم ما بعد ترامب. أعتقد أن الرسالة قد وصلت للجميع، وأولهم دونالد ترامب. أما موقف ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، فيمكن أن يقسم العالم إلى معسكرين: المعسكر الأمريكي من ناحية، والأربع دول الكبار أعضاء مجلس الأمن مضافا إليها ألمانيا. في الاتفاق النووي كان بين إيران والست دول الكبرى، وانسحاب أمريكا من الاتفاق يضعها في المواجهة مع بقية الدول الكبرى. فهل يستطيع ترامب وإدارته تحمل هذه المواجهة؟ وهل العالم أو النظام العالمي يستوعب كل هذا الانقسام؟ هذا ما سنشاهده في الأيام القادمة عندما نقلع مع طائرة دونالد ترامب، كل واحد يحضر الحزام الناسف تبعه. طبعا مستمعينا، لو نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بأسبرين، كنا معكم بالهندسة الإذاعية مهند القصوص، وبالعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. أنا ما قلتلكم مليون مرة اقروا وما تحلقوا، نحنا ما دخلنا، ما دخلنا. Let's go. راديو أورينت.